عادة ما يعاني الكثيرون من تساقط الشعر الذي ترجع أسبابه إلى عدة عوامل على غرار المرض، خلل في الهرمونات والعلاج الكيميائي بسبب السرطان، وهو ما دفع هذه الشابة إلى فتح صالون تجميل خاص للذين يعانون من تساقط الشعر سواء نساء، أطفال أو رجال. نتعاملوا مع الاطباء لي بسيكولوج ولي درماتولوج كي ما يلقاوش الحل بالدواء لمرضاهم يبعثوهم لنا نستكلفوا بهم. كاين بزاف نساء يجونا للسالون سكريت كود عندهم مشاكل تساقط الشعر، كل واحده منين يجيها كاين اللي عندها مرض، كاين بسبب الهرمونات، كاين بسبب العلاج الكيميائي. اليوم استقبلنا زوج من نساء، واحدة عندها مرض لالوبيسي جينيرال اللي خلى شعرها يطيح ويفرغ، دونك جات عندنا شفناها ودرنا لها تشخيص ولقينا لها الحل اللي تخرج عليها. رجاء واحدة ممن صادفناهم في الصالون والتي تساقط شعرها بسبب مرض نادر. أولا كان عندي مشكل الهرمونات، من بعد بدا تساقط الشعر، لقات لي الحل وعطتني النصائح وكاين بزاف الحلول. لقيت الحل تاعي انا، درت هاد لابيروك، قدرت نلقى نفس الوجه تاعي اللي كان من قبل. نوال هي الاخرى تعاني من هذا المشكل، حيث تساقط كل شعرها بسبب العلاج الكيميائي. قلت وين ما قدرتش تشوف روحها في المرايا، احنا خليناها تكون أليز، عطينا المرايا نحينا لها شعرها كما شفتوا، اللي كان حيطيح ولا اللي كان يطيح وميم طون كي كنا نحو لها في شعرها، ودرنا لها الحل. كنت فرحانه كما شفتوا، حتى في عينيها بنت الفرحه. حكم لي كونسير دو سان ورحت ندير لا شيميو، هاني ندير في لا شيميو وطاح لي الشعر. اورينتوني لوسمو لهذا المغازان باش ندير لا بيروك. صالونات تجميل تفتح ابوابها للمرضى خاصه المصابين بالسرطان لاعاده الثقه لهم وكذا مساعدتهم في العلاج من خلال تحسين مظهرهم الخارجي.